السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الثامن؟ اليوم إن شاء الله رح نبدأ في درس القراءة من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظمي. الآن الخطاب ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في قصر زهران العامر، وذلك احتفالا بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا اتناول في هذا الخطاب أول إشي تهنئة الشعب بيوم الاستقلال، كمان تحدث في هذا الخطاب عن الاستقلال حالة متجددة من العطاء والاعتماد على الذات، تناول مجموعة من التحديات التي تواجه الأردن، وتحدث عن مبادئ الثورة العربية الكبرى، وتناول مفهوم شعار الأردن أولا، وتحدث عن الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية. طبعا راح نشوف نقرأ هذا الخطاب ونشوف من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظمي. بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي الأعزاء، هذا اليوم يوم مبارك وعزيز على قلب كل أردني وأردنية من أبناء وأحفاد الرعيل الأول الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل الاستقلال الوطني وتحرير إرادة الإنسان الأردني. وفي هذا اليوم من حقنا ومن واجبنا أن نذكر بالفخر والاعتزاز الآباء والأجداد من الرعيل الأول والمؤسسين والرواد منذ الجد المؤسس وحتى اليوم الذين ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها طيلة 60 سنة الماضية، وبالرغم من قلة الموارد والإمكانيات. إذا بنلاحظ هون يا تامن إنه هذا الخطاب كان من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ألقى هذا الخطاب في قصر زهران العامر بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. الآن بدأ هذا الخطاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة واجبة في كل أمور حياتنا، إنه نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي الأعزاء، الآن بخاطب جميع أبناء الوطن، خطاب لجميع أبناء الوطن. هذا اليوم يوم مبارك، اللي هو يوم إيش؟ الاستقلال. بيحكي إنه هذا اليوم يوم مبارك وعزيز على قلب كل أردني وأردنية. هذا اليوم مبارك وغالي وعزيز على قلب كل أردني وأردنية من أبناء وأحفاد الرعيل الأول. معنى الرعيل الأول اللي هم الأوائل أو الجيل الأول، الرعيل الأول اللي هو إيش؟ الجيل الأول، الذين قد هذا الجيل قدم تضحيات كبيرة من أجل إيش؟ استقلال الوطن، يعني ضحى بكل ما يملك من أجل إيش؟ استقلال الوطن وتحرير إرادة الإنسان الأردني. من أجل استقلال الوطن وتحرير إرادة الإنسان من الأردني. الآن في هذا اليوم من حقنا ومن واجبنا أنه نفتخر ونعتز بالآباء والأجداد من الجيل الأول. يعني في هذا اليوم راح نستذكر تضحيات الآباء والأجداد من الجيل الأول والمؤسسين والرواد منذ الجد المؤسس وحتى اليوم. طبعا هذول شو كان دورهم؟ ساهموا يتامى في بناء هذا الوطن، يعني قدموا كل ما عندهم وضحوا من أجل بناء هذا الوطن بالرغم أنهم كانوا يواجهوا تحديات وظروف صعبة طيلة إيش؟ 60 سنة الماضية، وبالرغم كمان من قلة الموارد والإمكانيات. إذا تحدث في الخطاب في الفقرة الأولى عن أول إشي بدأ بالبسملة، الخطاب كان لجميع أبناء الوطن، وصف هذا اليوم هو يوم الاستقلال بأنه يوم عزيز وغالي على قلب كل أردني وأردنية، افتخر بالجيل الأول اللي قدموا التضحيات الكبيرة من أجل استقلال هذا الوطن بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات اللي إيش اللي واجهتهم. إذا رح نحط الفكرة الأولى يا تامن، الفكرة الأولى استذكار التضحيات التي قدمها الجيل الأول من أجل استقلال الوطن.
طبعا هذا اسم إشارة. مبارك نعت مرفوع، وصف هذا اليوم بأنه مبارك، وعلامة رفعه تنوين الضم. طبعا الذين اسم موصول، قدموا فعل ماضي مبني على الضم، اتصال واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. التضحياتي هي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه طبعا الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وهي نعت منصوب، نعت للتضحيات منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أن نذكر طبعا أن حرف نصب، ونذكر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الآباء الهمزة فيها همزة مد. المؤسسين مفردها مؤسس، إذن هي جمع مذكر سالم. المؤسسين راح تكون اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طبعا ساهموا قدموا فعل ماضي مبني على الضم، الاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع ايش؟ فاعل.